ومن بعد ما تابعنا هذا التقرير راح يكون معنا الآن ضيفنا مباشرة عزيز هورامي وهو خبير بإنتاج العسل. يسعد صباحك أستاذ عزيز وأهلا وسهلا بك ويانا. صباح الخير، نشكركم على الضيافة هذا القناة مالتكم. إن شاء الله نسوي شيء حتى يفيد المواطنين على مدى نوعية العسل. نعم أستاذ عزيز صباح الخير مرة ثانية، وحاب أسألك بالبداية عن نوعيات العسل، شنو الاختلاف بين نوعيات العسل؟ صباح العسل النور. نعم تفضل. اختلاف العسل اكو نوعيات حوالي 6 نوعية. مال الشمال مالتنا هذا واحد. الثاني بالدنيا اكو 300 نوعية العسل حسب الرحيق اللي النحل يجيبه. هذا له بالست انواع هسه بايدي. النوع الاول هو بالخلية ابو المدعبل، هذا بالسوريا ايران وعراق منتج مالته، بس منتج عراقي افضل اجود نوعية مالته. هذا واحد. هذا يسمونه عسل النحل القزم، عسل مالته يطلع مدعبل. هذا واحد. ثاني ابو صافي. ابو صافي العسل مالته نوعية، هذا النوعية الاخر. نوعية الثالث ابو الابيض، هذا الروسي. هذا شنو اللي يختلف عن باقيين العسل الابيض؟ يعني مزور. هذا ولا هو عسل الابيض. عسل الابيض ورد مالته اللي حسب الرحيق يجيبه، هذا الورد بالعراق ماكو. نعم طيب نتحدث عن باقي الانواع استاذ عزيز. ابو ثالث هذا النوع. اي هسه نتعسل. الخليه اكو نوعيات، ابو الاسود ابو الابيض. جودة مالتن نفس الشيء ما يفرق. بس هذا العسل تستخدم للعلاج دواء مال المعدة وقولون. هذا ابو الخلية. ابو الصافي لكل شيء انواع الدواء. هذا النوعيات. وهذا النوعية هولندي، هذا مزور لا يجلج ولا يتبلور. طيب استاذ عزيز بس اذا تسمح لي مداخله لازم بسيطة. تبلور العسل لولا. نعم اليوم احنا كمستهلكين وكزبائن نريد نروح نشتري عسل، تفضلي شلون نقدر نميز اذا كان هذا العسل اصلي او هذا العسل مضاف له محليات صناعيه مغشوش؟ يعني هو بالاول لازم تزوق طعم مالته، يختلف من انواع العسل. طيب. اكو ابو شكر. ايه؟ مثلا تاكل منه ذوق تذوقها مو زينه مو طيبه. ابو الورد عنده ريحه قويه، هذا واحد. الثاني طعمه وحلاته يختلف، حلاته اقل مو زياده. طيب يعني انت ذكرت استاذ عزيز قبل شويه انه اليوم اكو هوايه نوعيات من العسل وكليتها انه اذا مو مستورده فتم صناعتها موجوده داخل العراق لكن نادرة جدا. اليوم من خلال التذوق نقدر نتعرف على الأصلي والمو أصلي، لكن اليوم شلون نقدر نميز أنه هذا العسل شنو، هذا العسل جبلي أو هذا العسل شنو نوعيته أو هذا من وين تم إصداره أو شلون تم تصنيعه؟ شلون نقدر نعرف هذا الموضوع؟ بالشمالنا اكو نوعيه عسل جبلي يسمونها. نعم. هذا مو ورد الواحد، انواع الورود لكل شيء يصير. هذا واحد. الثاني الزبون اللي يشتري العسل تجي يمنه لازم تاخذ بالبيت تخليه، لا تخليه بالثلاجه، هذا اغلط شيء. هذا اغلط شيء. بعد نسكر بس نخليه بالثلاجه. واكو ناس تقول لا خلوه بالثلاجه حتى تعرفون اصلي ولا مو اصلي. اغلط شيء بعد ساعه ونص تتفاعل الرطوبه ويا العسل ويخرب العسل ويفقد خواص مالته. نعم. طيب استاذ عزيز اليوم مع بدايه فصل الشتاء والاجواء تكون بارده، شنو اكثر انواع العسل اللي عليها اقبال حاليا اللي يستخدموها الناس
حتى يقوون جهاز المناعة، للمعدة، للقولون أو غيرها. للقولون العسل الجبلي، الجبلي يعني ليش يسمونه جبلي؟ أنواع الورود مو ورد الواحد. يعني طبيعة العسل هيجي. تستقبلون للدكاكين هيجي تشترونه كلهم بالجبلي. نعم. طيب استاذ عزيز، اليوم اكو انواع من العسل اصلا هي هذه مخصصه لامراض السكري او باقي الامراض، نقدر نعرف اليوم شنو هذه الانواع؟ ايه، ابو الابيض، هذا ابو الابيض الاصلي. ابو الابيض الاصلي تستخدمه للقولون، هذا مستورد مو محلي. نعم. ليش مو محلي؟ الورد مالته ماكو هنا، هذا واحد، هذا للقولون. ابو العراقي، ابو العراقي احسن نوعيه. ليش؟ الجبلي انواع الورود، هذا ابو العراقي. هذا اللي شنو كل شيء تستخدمه، المفاصل، قولون، معده، دواء، كل شيء. نعم. ابو العراقي، ابو العراقي لكل شيء، كل دواء، مو بس دواء واحده، بس بالشرط للسكري ما يصير، للمرأة السكري ما يصير أبو العسل. نعم. أبو العسل، عسل الأصلي. طيب أستاذ عزيز، نصائح أخيرة تقدمها لكل من يتابعنا، للأشخاص اللي يشربون العسل. اللي الزبائن تجونا يمنا ننطيهم شكر مثلا حتى تأكلون منه تتذوقون منه، والاصلي تزوقونه فورا يدرون بيه. بس بعض المناطق ما يدرون بيه وتشترونه، بس احسن مكان اللي تشتري منه لازم يمد دكاكين، احسن كل شيء. نعم. طيب استاذ عزيز، بس حابه اسالك على الماعون اللي يمك اللي بيه عسل، اللي قلت عليه ما اعرف شنو سميته قبل شويه، هذا اللي كانه استيراد ايراني او هيك شيء قلت؟ اي نعم. هذا هو يتم بيعه هيك، ولا انه هذا يعني قبل التصنيع هذا شكله؟ هذا يحطونه لغضن الشجر للنحل، النحل مالته يختلف ويا انواع النحل الاخر، يسمونه قزم النحل، قزم النحل على العسل مالته مدعبل. مو مربعات، مدعبل عسل مالته، واقرب وقت يجرش، هذا طبيعه خواص مالته، احسن نوعيه. اذا صار جرش هذا احسن نوعيه، اذا ما صار يجرش هذا مو طبيعي، بيه شكر. نعم اكيد استاذ عزيز، شكرا جزيلا لك لوجودك ويانا ولكل المعلومات اللي قدمتها فيما يخص العسل، شكرا جزيلا.